avec l'ensemble des partenaires institutionnels et représentants de la société civile sur les questions liées au rôle de la diaspora marocaine dans le développement territorial de la région et également, elle permettra de mettre en exergue les efforts déployés par le Conseil régional SUSMESA pour la mise en place des politiques migratoires. Dans ce sens, je voudrais rappeler que le Conseil régional SUSMESA est conscient de la migration et développement local, représente les outils incontournables pour échange, pour un échange. إذا اليوم تنعقدوا هذا الاجتماع بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر بشراكة مع المكتب الجهوي للاستثمار ثم وزارة الخارجية والتعاون وكذلك الوكالة التنمية البلجيكية. هذا اليوم تيكون لنا فرصة باش نتلقاو مع الجمعيات المهتمة بالهجرة ثم مع الإخوان ديال المهاجرين أو المغاربة العالم. تتكون لنا فرصة باش نسمعوا الانتظارات ديالهم ونسمعوا المشاكل ديالهم و الانتظارات ديالهم خاصة، وحنا كذلك تكون لنا فرصة باش نتواصلوا معهم ونشرحوا لهم الإكراهات اللي كيكونوا عندنا بعض المرات فيما يخص تنفيذ المشاريع ديالهم أو المطالب ديالهم. إذا قدمنا لهم حنا كجهة جميع الاتفاقيات اللي كتربطنا بالمنظمات الدولية وكذلك الجمعيات المحلية حول الهجرة، وقدمنا لهم البرنامج ديال التنمية الجهوية اللي كنتمناو يكون فيها هاجس الهجرة كان حاضر بقوة إلى غير ذلك من البرامج، وكما قدمت لهم المجلس الجهوي للاستثمار فرص الاستثمار اللي كانت منحة لهم الجهة وكذلك بعض التمويلات وبعض التشجيعات لكي يمكن يستفدوا منها المهاجرين في حالة عودتهم لأرض الوطن والاستثمار. إذا كانت نتمنى إن شاء الله باش نخرجوا من الاجتماع بمشاريع حقيقية، ونتمنوا باش يكونوا مغاربة العالم المنتمين لجهة سوسمسا مقتنعين بهذا البرنامج وهذا العروض اللي تنقدموا لهم، وتنقول لهم مرحبا بكم في بلادكم، مرحبا بكم تيريوانت مازيرت، وشكرا. إذا كنت من متابعينا الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.